اللعيبة رجالة ولعيبة قد المسؤولية وإن شاء الله الأهلي قد البطولة إن شاء الله. نقول لهم ربنا معاكم وربنا يوفقكم وتفرحوا الجمهور بالكاس اللي كل جمهور مستنيها. كل التوفيق للنادي الأهلي وإحنا كلنا واقفين معاه وربنا يوفقهم إن شاء الله ومزيد من الانتصارات ومزيد من البطولات بإذن الله. أنا بقول للعيبة النادي الأهلي إحنا متشكرين على اللي أنتوا عملتوه في المباراة دي، مباراة جيدة جدا ما شاء الله، بسم الله ما شاء الله، وهم عملوا مجهود كبير جدا وخارق في المباراة، وقدروا ان هم اصلا يتغلبوا على كل الصعاب اللي كانت قبل كده اصلا قابلتهم بسبب الاجهاد والارهاق، وقدروا ان هم يحققوا الفوز برباعية نظيفة، وده ان شاء الله هيدينا دفعة كبيرة جدا اصلا احنا نوصل للمباراة النهائية باذن واحد احد ان شاء الله يعني. نقول ربنا يوفقهم بامر الله عز وجل في مباراة وفاق ستيف ان شاء الله، وربنا يوفقهم في الدوري المحلي. ان شاء الله ناخد ال 11 وان شاء الله ونركز في الدوري بعد ال 11 ان شاء الله، ونضيق ونحاول نعوض النقط اللي راحت مننا. ده انا بقول لفريق النادي الاهلي طبعا اللي هو فريق كبير وفريق طبعا قادر ان هو ياخد البطوله، وهو ادي اداء كويس في الدوري ودوري ابطال افريقيا. اقول لهم اول حاجه اول الف مبروك على بطوله افريقيا، ماتش كويس وبتاع، بس اهم حاجه الدوري نشد فيه شويه عشان نلعب بنفس الروح هنا وهنا، بس اهم حاجه. بقول للعيبه الف مبروك على البطوله مقدما، لان انتوا كده كده هتاخدوها، واللعيبه رجاله يعني طبعا، خصوصا الكابتن محمد الشناوي كابتن عالمي ويقدر يتحدى الباقي، وان شاء الله اللعيبه هتحقق نجاح عالي وهتوصل لكاس العالم ان شاء الله. ان شاء الله اللعيبه رجاله وعلى قد المستوى، وان شاء الله تكون الثالثه على التوالي للنادي الاهلي ان شاء الله. زي ما حضراتكم عارفين تحديات كتيرة جدا منتظرة الأهلي ومشوار المحلي والقاري كمان. المفروض الأهلي بيضع خلاص قدما في نهائي إفريقيا بعد فوزه على وفاق ستيف الجزائري برباعية نظيفة في الذهاب، لسه طبعا الإياب كمان. الوداد المغربي فاز على باترو أتلتيكو 3-1. هنتكلم عن كل التحديات دي في المشوار الإفريقي للأهلي، وكمان هيكون كلام كتير أكيد عن منتخب مصر مع كابتن إيهاب المصري مهاجم المقاولون العرب ومنتخب مصر السابق. بونجور جدا. صباح الفل عليكم طبعا، وصباح الجمال وصباح الخير عليك وعلى كل مشاهدي النادي الاهلي وكل جمهور النادي الاهلي، وصباح جميل ان شاء الله باذن الله. سعداء بوجودك كالعاده، وعندنا فعلا تفاصيل كتير قوي عايزين نتكلم معاك فيها، ولكن خلينا في البدايه بعد اذنك نتكلم عن النقطه اللي هي اصبحت هي مسار الجد الساحه الرياضيه في الفتره الاخيره، وطبعا بطبيعه الحال شغله بال كل الاهلاويه في كل الملعب مكان. الملعب فين؟ لقاء النهائي والمباراه. خدنا قطعيه حلوه في الانترو النهارده بنتكلم عن الموضوع. خلاص هو يعني شغل الشاغل الاعلام الرياضي والصحافه الرياضيه في مصر والشارع الكروي المصري هو الملعب، ويمكن لاول مره او من المرات القليله اللي اتفق فيها الاعلام كله بلسان واحد، لان انت دلوقتي بتتكلم عن فريق مصري بيمثل مصر، انت ما بتتكلمش بقى عن الاهلي، فالكل مجتمع ان ده فعلا فيه ظلم. لا احنا دلوقتي صح، يعني بتتكلمي في نقطه اللي احنا دلوقتي كلنا النادي الاهلي هو ممثل الكره المصريه الوحيد في البطوله بالزبط. ان شاء الله، بس يعني انا عايز بس ناخد امور واحده يعني خطوه خطوه. تمام اتفضل. النادي الاهلي لحد دلوقتي برضو يعني ان شاء الله عنده او عندنا مباراه يوم السبت، مباراه مهمه جدا طبعا، مباراه الاياب مع خصم مش سهل أكيد. مباراه الذهاب اللي كانت في القاهره ما تكونش خادعه للناس، لا النادي الاهلي قدم مباراه كبيره جدا، فرقه وفاق الصيف مش فرقه ضعيفه عشان الناس، وده اللي عاجبني في الفرقه، انا شايف الفرقه قافله على نفسها مش مدخله نفسها في موضوع الملعب او الكلام ده. لسه المباراه، لسه النادي الاهلي لم يحسم الصعود، لكن اللي بيحصل من مجلس اداره النادي الاهلي والتحركات اللي بتحصل على المستوى الاعلامي شيء كويس جدا وشيء جيد جدا. نرجع للموضوع، الاتحاد الافريقي انا شايف طبعا في فشل كبير جدا. الاتحاد الافريقي لازم من بدايه لو هو عايز يقلد حتى الاتحاد الاوروبي، بتشوف امبارح الاتحاد الاوروبي بيعلن موعد او يعني بحدد الملاعب بتاعت البطوله الجايه، ده البطوله الجايه طبعا، يعني نهائي دوري ابطال اوروبا اللي طبعا جاي في تركيا. وصل بقى اي فريق من تركيا، وصل اي حاجه، خلاص هم عارفين السنه دي، احنا عارفين من اول الموسم من اول البطوله ان النهائي في باريس، خلاص محدش بيعترض محدش بيتكلم. انت ما دام قررت ان النهائي يتلعب من ماتش واحد او مباراه واحده من اول البطوله او من اول ما تبدا البطوله او في قرعه الدور الثمانيه، تعمل طبعا ارض محايده، اعمل خلاص اعمل الكلام ده، او حتى لو قلت المغرب من بدايه البطوله. هي المشكله اقول لحضرتك حاجه، المشكله اللي هو انت قررت تلعب من يومين وبنسبه 90% الوداد طرفي النهائي اتحددوا طبعا، يعني لسه في مباراه عوده لكن طرفي النهائي اتحددوا، فانت ما ينفعش حتى لو كان في ناس طالعه بتقول ان المغرب هي اللي قدمت، مع احترامي الكامل خلاص المغرب
قدم، لكن انت خلاص في طرف احد طرفي النهائي من المغرب، لا انا كاتحاد اتحاد افريقي ابعد واتجنب الشبهات في الموضوع ده واختار ملعب محايد واسيب بقى من التقاد اللي تقدم ومش تقدم. افريقيا مليانه ملاعب، قاره افريقيا يعني محترم الكامل لدوله المغرب، يعني في يعني بلدان كتيره فيها ملاعب محترمه وملاعب نظيفه. المغرب للموسم الثاني على التوالي في ملاعب كتيره، طب انا في يعني ممكن كنت تعمل في القاهره، ممكن ما تروح تلعب في جنوب افريقيا، ايه المشكله؟ ولا الاهلي ولا الوداد، العب في جنوب افريقيا، العب في تونس مثلا، تونس فيها ملاعب، العب في الجزائر لو انت مش عايز فيها ملاعب كويسه، لكن انت لازم يكون ليك نظام، ليك سيستم معين من اول البطوله تحدد عليه. دلوقتي في كلام لا انا عايز ارجع بعد الضغط الكبير، عايز ارجع العب ذهاب واياب تاني. طب دي عشوائيه، دي عشوائيه، ما ينفعش. احنا خلاص احنا في 2022 ولسه عندنا العشوائيه في القرارات. لو بطوله زي دي البطوله الاهم، هي البطوله الاهم في قاره افريقيا، وكلنا كنا توسمنا خير بعد تولي الراجل بتاع جنوب افريقيا رئاسه الاتحاد الافريقي، لكن مش شايف، مش شايف. لا والمواعيد عندك يوم 30 ويوم 2، يعني دي مشكله كبيره. إيه ودي مشكله ثانيه، ايه الحوار ده؟ ما دي مشكله يعني. خلينا نرجع لورا شويه، نفس الكلام حصل في دوري ابطال لا بطوله الامم الافريقيه، منتخب مصر لما لعب النهائي ولعبت النادي الاهلي بعديها ب 24 ساعه سافرت على الامارات لعبت كاس العالم للانديه. أيوه. والاتحاد أيوه. الافريقي برده ما تدخلش وما حاولش يساعد النادي الاهلي في حاجه. دلوقتي احنا بنتكلم بقى باسم مصر، منتخب مصر النادي الاهلي عنده 30 مهمه قوميه ان شاء الله باذن الله يوصل للنهائي، ومهمه قوميه كبيره جدا، وكلنا هنبقى في ظهر النادي الاهلي، ويوم 2 منتخب مصر الكبير. فكرك العشوائيه دي عشوائيه ممنهجه مقصوده وراها نيه مشكوك في مدى سلامتها، ولا هي عشوائيه قائمه بالفعل وللاسف بتسمى عندنا واحنا اللي بندفع ثمنها؟ هو للاسف لو ممنهجه او متوجهه لينا احنا ما ينفعش. كمان احنا مصر، يعني انت اسمك بعيد عن بقى الكوره وبعيد عن الرياضه، انت في وسط القاره الافريقيه اسمك كبير وليك الرياضه الافريقيه مع احترامي الكامل لكل الدول الافريقيه، فما ينفعش يكون في اتجاه او توجه لاي تعنت ضد الشعب المصري. لكن في الرياضه لا، احنا مش مالناش تاثير كبير دلوقتي جوه الاتحاد الافريقي، مع ان الاتحاد الافريقي متواجد في مصر. دي من المشاكل الكبيره جدا، انت الاتحاد الافريقي موجود عندك في مصر، لكن الضغط والايجابي يعني والنتائج الضغط بيحصل اكتر من دول المغرب العربي، من شمال افريقيا سواء المغرب او تونس. الجزائر اعتقد اقل شويه، لكن المغرب ليها صوت وليها قوه كبيره جدا داخل الاتحاد الافريقي. اتمنى ان يتم العدول على القرار اختيار ملعب محايد، لان ده هيفرق كتير جدا مع النادي الاهلي. ولو لا قدر الله خلاص ما فيش الا قرار الاتحاد الافريقي للملعب، في كلام تاني، واعتقد النادي الاهلي ومجلس ادارته بقاله يعني من وقت صدور القرار وهو شغال بشكل كويس جدا. اتمنى ان شاء الله النادي الاهلي يعني يعدي رسميا يوم السبت ويبدا خطوات تانيه خالص مختلفه. يعني اتمنى بقى بعد كده يبقى في كلام تاني وفي استعدادات تانيه للمباراه النهائيه ان شاء الله باذن الله. طب خلينا نروح بقى شويه كده للفنيات، ورايك ايه في فكره هنا الناس المايله ل يعني هم مؤمنين شويه بالحته دي، يقول لك موسيماني مع الاهلي في افريقيا ذهابا وايابا افضل بكتير لو هنتكلم عن البطولات المحليه، هل انت مع الراي ده؟ ولو معاه طب ليه؟ ايه اللي فارق؟ وفي نفس الوقت برضو لو رحنا لفريقنا شويه واتكلمنا عن مستويات مختلفه زي مثلا طاهر محمد طاهر والتميز اللي مؤخرا لقيناه وملحوظ جدا على الارض، برضو ده راجع لفكر موسيماني، فكره التغيير في الملعب لمراكز اللعيبه، ولا يعني راجع لايه بالظبط من خبرتك؟ لو هاخد اخر نقطه طاهر، لان طاهر اخر مباراه لعب راس حر يعني شادو سترايكر، هو الراجل لعب 4-2-2 4-2-2-2 اللي هو 2 ارتكاز حمدي وديانج قدامهم حسين وعبد القادر قدامهم بيرس تاو وطاهر. الراجل كان عنده الاربعه اللي عندهم الدوافع الهجوميه او الاربعه اللي هو عبد القادر وحسين وبيرس تاو وطاهر محمد طاهر، مفيش مهاجم صريح، كان عامل لخبطه لفرقه فاكس ستيف. طاهر بيجيد في النقطه دي. انا شفت يمكن طاهر في نادي المقاولين، انا كنت متوسم زي ما قلت قبل كده هنا ان طاهر عنده الشخصيه، طاهر عنده اداء مختلف تماما، عنده القوه، عنده العقليه المختلفه اللي المفروض تخليه هو لعيب النادي الاهلي. لكن طاهر على فترات يمكن الناس
يعني هجمته كتير الفتره اللي فاتت، لكن بدات تشيد بيه في اخر فتره، لان طاهر بيقدم مردود كويس جدا، لان لقى نفسه في المكان ده، لقى نفسه في التمركز الجديد اللي الراجل حاطه فيه. بالظبط. بيأدي بشكل كويس جدا، تحركاته بتكون مثاليه في الحته اللي قدام، بيعرف يتحرك كويس جدا، بيعرف يخلق لنفسه المساحه، بيعرف يساعد زمايله في يعني الماتش المباراه الاخيره هو عمل اسيست وجاب جول، فكان واداؤه حتى داخل الملعب كان اداؤه عالي جدا، اداؤه الفني كان بشكل كويس. مباراه الرجاء اداها بشكل كويس جدا كمان، يمكن في المغرب ادى اداء كويس جدا، واداء يعني كان من الافضل المرات اللي شفت فيها طاهر. فاعتقد ان طاهر بدا الراجل يعرف يوصل للمكان اللي طاهر هيقدر يبدع فيه، هيقدر يطلع امكانياته وهيقدر يطلع قدراته فيه. حاول الراجل برضو في مباراه سيراميكا، لو هنرجع للربط بقى ما بين الدوري وما بين بطوله افريقيا، لعب في الدوري امام سيراميكا بنفس الطريقه 4-2-2-2، لكن بعناصر مختلفه والتوليفه ما كانتش مظبوطه. يعني كان قفشه بيلعب جنب حمدي فتحي في مباراه سيراميكا في نص الملعب، وده يعني برضو من الحاجات الصعبه جدا. وكان ميكسوني مع اعتقد كان حسين الشحات مع محمد شريف وصلاح محسن، او طاهر وميكسوني وكان صلاح محسن ومحمد شريف، اعتقد التوليفه ما كانتش راكبه على بعض، يعني العناصر كانت اول مره تتجمع مع بعض بشكل كبير جدا، فده سبب خلل كبير. بس ده وارد كاول مره ان هو يتم زي ما انت بتقول التجميعه دي، التجميع، لكن هو مصمم على طريقه، او الراجل مصمم على طريقه. لما خد وقته، لما بعد سيراميكا خد اسبوع واشتغل بشكل كويس جدا وحضر كويس جدا، لان الراجل برضو عنده ميزه في بطوله افريقيا، معرفش يعني هي دي اللي بتفرق بقى، تحضيره للمباريات في افريقيا ومعرفته المسبقه برضو بالمنافسين. ما هو خلاص برضو هو المفروض يكون عارف في الدوري الخلفيه، بس هو جاي لنا عارف بالفعل، هو وعنده الخبرات دي. طبعا. وعنده خبرات مع سان داونز، فهو بيحضر كويس قوي. يعني وفاق ستيف قبل ما يجي لك كان داخل مرمى 5 اهداف، يعني مش الفرقه اللي هي جايه هتتغلب 4-5. يعني احنا عمالين، يعني في ناس كتيره بتحاول تقلل من بطوله افريقيا، بتحاول تقلل من قيمه وفاق ستيف. لا، الفرقه وفاق ستيف مش فرقه قليله جدا، وفاق ستيف هي اللي اطاحت بالترجي، بالترجي التونسي. وفاق ستيف امبارح كسبان 7-0 في الدوري الجزائري على فكره. يعني فرقه لا فرقه مش ضعيفه. وقبل بقول لحضرتك قبل ما اجي لك كان بيستقبل 5 اهداف بس. فهو عموما شمال افريقيا بشكل عام لا عندهم منتخب ولا فريق ضعيف اكيد، لا يعني. وفرقه تطيح بفرقه الترجي من تونس طبعا. اعتقد لا، يعني فرقه تعمل لها الف حساب طبعا. ولو كان النادي الاهلي لا قدر الله حصل اي نتيجه في القاهره، كنا هنطلع نقول ان فرقه وفاق، الناس كانت تقول وفاق ستيف فرقه قويه والنادي الاهلي هو لا، النادي الاهلي اشتغل صح. النادي الاهلي بوسيماني حضر للمباراه بشكل كويس جدا، اشتغل الجزء الفني بشكل كويس جدا، مختلف تماما عن الدوري. يعني هو الفتره اللي حصلت من بعد ماتش سيراميكا والقعده بتاعت كابتن محمود الخطيب فرقت نفسيا، فرقت كتير جدا، واللعيبه واحساس اللعيبه المسؤوليه. عايز اقول لحضرتك حاجه، ان اللعيبه حست بشكل كبير جدا، لعيبه النادي الاهلي وعندها ميزه بشوفها، هي دي اللي بتختلف شخصيه النادي الاهلي عن شخصيه اي حد تاني، اللي هو كسب الماتش خلاص، هو بيكسب الماتش بيفرح في الملعب، او بيفرح على قد يعني الفرحه بتاعته تبقى على قد المكسب وعلى قد اللحظه وخلاص، بيقفل الصفحه وبيخش على الصفحه اللي بعديها على طول. لان واقرب مثال اصلا ماتش الذهاب بتاع وفاق سطيف، يعني النتيجه احنا كسبانين 4-0 ودي، ومع هذا برضو تحس ان الفرحه مؤجله، وكالعاده برضو بيعمل حساب اي فريق بيلعب معاه مهما كانت نتيجه يعني لقائه السابق معاه. ما عشان كده قلت لحضرتك دي من الحاجات اللي بتطمن الواحد، ان هو بعد المباراه لعيبه النادي الاهلي ما حسيتش بالفرحه والنشوه وتواجد في القنوات وحتى الاعلام. بس دي من الحاجات بقى السلبيه الثانيه، انا ما شفتش فرحه في الاعلام المصري بفوز النادي الاهلي او باداء النادي الاهلي. على العكس، النادي الاهلي لو حصل اخفاق في الدوري بنشوف بنشوف انتقادات كبيره جدا، بنشوف انتقادات لمستر موسيماني لبعض اللاعبين، لكن النادي الاهلي وده طبيعي ان انت بتتكلم فيه. لا بس مش الكل، خلينا ما نجمعش. يعني انا فاهمه وجهه نظر او فاهمه بالظبط بتتكلم عن مين، اللي احنا اكيد متابعين في اشخاص في الاعلام بيطلعوا حتى ضيوف دائمين مش مذيعين، هو بيحب جدا الشخص ان هو يقعد ينتقد. يعني حتى بعد الفوز في وفاق الصيف الاخير طلع قال لك ايه على موسيماني، قال لك الفوز ده مش راجع لموسيماني، الفوز ده راجع للعيبه. طب انت يعني انت في حاجه، مين اللي حضر اللعيبه، عندك مشكله معينه؟
ولا يهمنا واخر اخر همنا بس, بس انا فاهمه ان ده في كلام دايما بيحصل, بس من امتى بنهتم يعني؟ ما بس ما هو انا معاكي, انا ما بحبش الاسلوب ده اصلا, انا ما بحبوش, اجواء غير صحيه. اه يعني اديني حقي زي ما بنتقدك وانتقد وانتقدني انتقاد بناء. قول لي انت عندك مثلا مشاكل في كذا, مشاكل في كذا, اشتغل على كذا, لكن ما تقعدش تنتقد فيا اللي انا مصلحش, اللي انا مشعوذ, اللي انا بستخدم السحر والكلام ده. اصلا فكره ان يبقى في محللين كضيوف في برامج ده جديده, موضوع السحر عندهم انتماءات وبيعلنوا عنها او بتبان من خلال سياق كلامهم, ده في حد ذاته مش مظبوط. لا طبعا انا ضدها يعني. انا المفروض ولو متواجدت في استوديو ومحلل محايد ادي لكل واحد حقه, ده اللي بتكلم فيه طبعا. لكن انا دلوقتي محسوب على نادي معين وطالع في استوديو تحليلي للفرقه تانية ومطالب ان انا احلل بشكل سليم محايد. بشكل محايد ادي كل واحد حقه, مش هاجي شايف حاجه في الملعب وهقول حاجه عكسها. فده اللي انا شايفه الفتره اللي فاتت للاسف, واتمنى يعني زي ما بيحصل اليومين اللي فاتوا في دعم كبير يعني. برضو احنا في نقطه سلبيه حصلت بعد ماتش وفاق الصيف, لكن بعد صدور القرار في نقطه ايجابيه كبيره جدا زي ما هوندا قالت, الدعم الايجابي, في دعم من كل وسائل الاعلام. ويمكن ده يعني شفنا رد فعل من الصحافه المغربيه على الاعلام المصري, وان في يعني في ضغط كبير جدا من الاعلام المصري على الاتحاد الافريقي, وده دورنا وده دور الاعلام المصري الفتره الجايه. اعتقد هيزيد كمان الضغط من كل المسؤولين في اتحاد الكوره, في وزاره الشباب, في الاعلام المصري على الاتحاد الافريقي للعدول عن القرار. كويس جدا. طيب قبل ما نروح, لان احنا هنروح هنطير دلوقتي علشان نروح هنطمن على البعثه بتاعتنا, بس قبل ما نروح خليني اروح معاك كابتن ايهاب برضو لقصه هنا يعني التناغم ما بين الفريق مره تانية اللي عاد, او شخصيه الاهلي زي ما بيتقال عليها, اللي بصراحه انا بحب اكون صريحه جدا كانت غايبه عننا في كذا ماتش فاتوا. منتهى الصراحه الواحد مش لازم يطلع بس يشكر, لازم نقول اللي لينا واللي علينا, كانت غايبه. رجعت مره تانية ومؤخرا وتحديدا في وفاق ستيف شفناها بشكل كبير, لان العامل النفسي كان غايب في بعض اللعيبه اللي شاركوا يمكن مع المنتخب, مش هنخش في تفاصيل القصه دي قوي, بس كان واضح على الارض في دروب في الشق النفسي بعد اللقاء اللي كان مع كابتن محمود الخطيب طبعا, والجلسه اللي فرقت بشكل كبير جدا. اهتمام موسيماني بالشق النفسي مع الشق الفني برضو فرق بشكل كبير جدا على الارض. شفنا لعيبه كانت الفتره اللي فاتت مش هقول مهزوزه بس تاثرت بشكل سلبي, بينهم محمد شريف, قفشه ربما لسه بيعود مره ثانيه للمستوى اللي احنا نعرفه. فبرضو كل دي عوامل بتؤدي في الاخر ان على الارض اللعب بيختلف بشكل كبير جدا. انا بحييك طبعا على الصراحه, اللي احنا طبعا متعودين دايما مش هنضحك على الناس ومش هن مش هن مش هنقول كلام مش موجود على ارض الواقع. لا, النادي الاهلي كان بقاله فتره من بعد بطوله افريقيا للمنتخبات او منتخب مصر في لعيبه كتير جدا كانت بعيده عن مستواها, لان في ضغط رهيب جدا حصل على لعيبه النادي الاهلي. بالزبط. في اجهاد كبير حصل على لعيبه النادي الاهلي, لعيبه النادي الاهلي ما خدتش راحه, لعيبه النادي الاهلي ما بت يعني في لعيبه كتير جدا ما بتروحش تقعد مع بيوتها. ده نفسيا اقول لحضرتك حاجه, ده ياثر يعني, ده اللعيب ده احنا اتاثرنا احنا واحنا كمذيعين بس او جماهير اتاثرنا. فده لازم الجمهور يراعي برضو النقطه طبعًا. دي ان اللعيب لعيب كوره ومحترف وكل حاجه, بس بيته والحياه الاسريه عنده ليها دور كمان يطلعه بره الاجواء دي طبعًا. فما كانش في فصل, كان في ضغط 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 مباريات ضغط مباريات مع نتائج سلبيه شويه مع اجهاد اللاعبين, فده ادى للحاله اللي احنا اتكلمنا فيها. فجت مباراه سيراميكا كانت النقطه الفاصله في الموضوع كلها, لان قعده كابتن محمود المره دي ما كانتش قعده يعني طبيعيه او كالمعتاد, كان فيها حده, كان فيها ان هو خلاص اللي فات ده يتنسي. بالزبط. وده اللي يعني زي هنرجع تاني, ده اللي بيفصل يعني بيخلي النادي الاهلي فارق عن اي حد تاني, ان اللي فات خلاص اتنسى, اللي يعني البطولات اللي فاتت والبطولات الكتيره اللي الجيل ده حققها خلاص, الجيل ده محقق 2 ابطال افريقيا, لكن طبعا. انسوا خلاص, احنا عندنا المستقبل, عندنا اللي جاي. طيب تعالى بقى خلاص ثمارها, خلينا نقول فعلا على ذكر المستقبل واللي جاي, تعالى نتعرف على شويه تفاصيل من اللي جاي ان شاء الله. من خلال هذا اللايف فيو من الجزائر, ما عشان نتابع طبعا مع حضراتكم كواليس الفريق قبل مباراه العوده مع وفاق سطيف. معانا الزميل العزيز كريم احمد, هو موجود هناك. كريم صباح الفل عليك, وتفضل احنا سامعينك, تعرفنا بقى الاجواء عندك عامله ازاي والحاله المعنويه عند اللعيبه
شكلها ايه؟ بص يا كريم، طبعا برضو اضافه لكريم عشان نسيب لك المساحه، طبعا صباح الخير وتحياتنا ليكم طبعا للجزائر من مصر، لكن عايزين نعرف التفاصيل كلها، يعني بدايه بدرجات الحراره، الاستعدادات، الاوضاع هناك، الصحافه بتتكلم ازاي، الكواليس بتاعه الاجتماعات اللي دايره، يعني خلينا نطمن منك على كل حاجه مع البعثه، اتفضل يا كريم. صباح الفل عليكم طبعا، وبرحب بيك في البدايه طبعا زميلتي العزيزه نهواندو، كل التحيه للزميل العزيز كريم وضيفك طبعا الكريم. بالتاكيد طبعا يعني نقدر نقول تنقصنا خطوه مهمه جدا للمباراه النهائيه، مباراه وفاق ستيف طبعا، يا رب ان شاء الله باذن الله كل التوفيق للنادي الاهلي في هذه المباراه. كريم بنزيما كريم بنزيما صباح الفل صباح الفل. ميشيلي انا كنت الحقيقه يعني روحه ممتازه جدا ورائعه جدا، على طول بيكون معانا قيمه كبيره جدا الحقيقه، واضافه كبيره جدا لحراسه مرمى للنادي الاهلي الكل الحقيقه، الجهاز الفني على اعلى مستوى، لاعبين خبرات كبيره جدا، قامات كبيره جدا. اما بنقول النادي الاهلي يصل ان شاء الله للعام الثالث على التوالي ان شاء الله باذن الله بمشيئه ربنا للمباراه النهائيه، ده مجهود كبير جدا الحقيقه بيبذل من مجلس اداره النادي الاهلي، اللاعبين، الجهاز الفني، تكاتف الجمهور، الكل الحقيقه منظومه متكامله، يا رب ان شاء الله تكمل على خير في المباراه المنتظره من كل جمهور النادي الاهلي. عايز طبعا اطمنكم بشكل عام على الحاله وعلى تركيز اللاعبين، الامور، الترتيبات، البعثه، كل الامور دي طبعا من خلال شاشتنا، شاشه قناه النادي الاهلي. تعرفوا طبعا زميلتنا هواند مباشره كان في تدريب امس، تدريب اخير على ملعب مختار التتش كان في العاشره صباحا، مباشره عقب انتهاء المران توجه اللاعبين طبعا الى مطار القاهره بصحبه وبرفقه رئيس بعثه النادي الاهلي الوزير عامر فاروق، طبعا نائب رئيس مجلس اداره النادي الاهلي، برفقه الكابتن حسام غالي عضو مجلس الاداره، وايضا الدكتور محمد شوقي عضو مجلس اداره، السيد طارق انديل. الحقيقه في اهتمام كبير جدا لهذه المباراه، يمكن كمان مجرد وصلنا الى المطار استقلالنا الطائره 4 ساعات وصلنا مباشره الى مطار الجزائر اللي كان في استقبالنا الحقيقه السفير مختار وريده، طبعا سفير مصر هنا في الجزائر والسفاره بالكامل، وبعض طبعا من الجاليه المصريه المتواجده طبعا، هم كل المحبين النادي الاهلي اللي استقبلوا الحقيقه النادي الاهلي بالهتاف افريقيا اهلي، روح كبيره جدا وواضح للنادي الاهلي، مركز بشكل كبير جدا في التدريبات، ايضا كمان الترتيبات هنا مميزه جدا من جانب السفاره، وايضا كمان جانب وفاق ستيف اللي بيحاول طبعا يسهل الامور، لان المعامله بالمثل، انت عارفه زميلتي نهاوند، زميلي كريم، النادي الاهلي تحديدا اي ضيف او اي فريق ضيف بيكون متواجد في القاهره كل الامور بتكون على ما يرام، واحسن كمان من كده كمان عشان كمان تكون المعامله بالمثل في المباراه زي مباراه العوده وهي مباراه وفاق ستيف. اقدر اقول لك الحاله المعنويه والحاله الفنيه وحاله التركيز لعيبه النادي الاهلي كانت باينه بشكل كبير جدا من المباراه الاخيره، بعيدا عن النتيجه ضيعنا وحطينا يمكن ضيعنا فرص كتير جدا، كور في العرض وامور كثيره جدا، لكن واضح الجديه، واضح التركيز والحماس الكبير جدا من لعيبه النادي الاهلي، هو ده الحقيقه اللي احنا بنراهن عليه، شخصيه اللاعبين، روح الفانيلا الحمراء، ايضا كمان كابتن محمود الخطيب الحقيقه وقيمته الكبيره باجتماعه مع لعيبه النادي الاهلي قبل التوجه الى مطار القاهره، الكلمات كانت مؤثره جدا من الكابتن محمود الخطيب وتحفيزه المستمر والداعم لفريق النادي الاهلي، احنا لسه ما وصلناش المباراه النهائيه، بعيدا عن نتيجه 4-0 احنا رايحين هذه المباراه بنتيجه 0-0، هو ده الوعي الكبير اللي احنا بناكد عليه مع لاعبي النادي الاهلي والجهاز الفني واللاعبين الكبار. كل اللعيبه الكبار في اجتماعات مستمره، ايمن اشرف، علي معلول، السليه، الشناوي، كل اللعيبه الحقيقه بتتكلم على هذا الامر، لابد ان احنا يكون في حسم، لابد ان احنا نظهر بالشكل الذي يليق بالنادي الاهلي بعيدا عن النتيجه السابقه وهي المباراه الاولى. الامور مطمنه جدا بالنسبه طبعا لفريق النادي الاهلي، زميلتي الهواندي، زميلي كريم، النهارده يمكن البرنامج الخاص بفريق النادي الاهلي يعني من لحظات بسيطه جدا انهى لاعبي النادي الاهلي وجبه الفطار، مباشره هكون بعدها طبعا بساعتين 2 ظهرا بتوقيت الجزائر هكون وجبه غداء، على ان يكون تحرك فريق النادي الاهلي في السابعه والرابع الى التدريب الاول، طبعا تدريب ملعب التدريب بيبعد هنا 25 او 30 دقيقه لفريق النادي الاهلي، ان شاء الله باذن الله اليوم الاول والتدريب الاول بيبان وبيدي انطباع كبير جدا على حاله التركيز اللي فيها لعيبه النادي الاهلي، يا رب ان شاء الله يحافظ على اللاعبين، عايزين نحافظ على بعض، مش عايزين نفقد اي لعيب في التدريبات خلال الايام القادمه، ويا رب ان شاء الله زي ما التوفيق كان معانا في المباراه الاولى يكون ايضا كمان توفيق مع فريق النادي الاهلي في المباراه القادمه. ان شاء الله خير بإذن الله. بنشكرك جزيل الشكر طبعا، تغطية كافية ووافية كالعادة، زميلنا العزيز كريم أحمد المتواجد حاليا في الجزائر، شكرا جزيلا ليك. شكرا ليك يا كريم، ويرجعوا لنا منصورين إن شاء الله، يا رب نرجع يا رب يعني بسكور كده يشرفنا وتأهل يليق بالنادي الأهلي وأكيد بمصر بإذن الله.
الشكر يعني موصول. للاسف للاسف بيبلغونا والله ان الوقت انتوا عارفين ان تحت امرك في وقت وبكون سعيد جدا معاك طبعا ونشكرك جزيل الشكر على وجودك معانا في حلقه النهارده. شكرا كابتن ايهاب جدا. دلوقتي هنروح فاصل بعد كده هنرجع علشان سؤال السوشيال ميديا اللي كنا سالناه لحضراتكم، ايه او توقعاتكم لخط هجوم الاهلي امام وفاق سيف؟ فاصل ونرجع نشوف الاجابات.